صباح جديد وصبحية جديدة من ماري التهراوي. اليوم أنا معكم رح كون مع زميلتي ماري علم حبشة بهالصبحية يلي عودناكم عليها كل نهار أربعة. نحن منرفقكم للساعة 12 وين ما كنتوا عم بتتابعونا من لبنان والعالم. مثل ما كمان عودناكم إنه منبلش دايما صبحيتنا يا بمقولة يا بأمثولة، واليوم أنا صراحة ما اخترت شي ريتو أو اخترت شي نحكى عنه من أشخاص معروفين، إنما ملاحظة رح كون عم خبركن عنها عطيتني إياها أحد التلاميذ يلي عم بتقدم فحوصات آخر السنة، وحابة اليوم هيك شارككن بهالملاحظة لأنه فعلا أثرت فيي. ونحن كتير أوقات بنقول إنه مش بس بنتعلم من الناس يلي بيكونوا يمكن كتير مثقفين أو كتير عندهم خبرة بالحياة، أوقات كتير أشياء صغيرة يلهمونا فيها يمكن أطفال أو مراهقين أو ناس يمكن نحنا ما بنكون غير مفتكرين إنه نحنا كل الوقت بدنا نعلمهم، بس بيعطونا أوقات فكرة بتكون كتير مهمة من الحياة. اليوم هالملاحظة كانت عن الدرس وكانت عن الفحوصات، بما إنه نحنا هلأ مارقين بمرحلة الولاد عندهم فحوصات يقدموها ومدارس بدها كمان تنتهي، وفي ستريس كبير عم بيعيشوه هالتلاميذ كرمال حتى يقدروا ينجحوا العام الدراسي وينتقلوا لمرحلة كمان تانية. هالملاحظة كانت عن اشياء عم بيتعلموها يمكن بالمدرسة ولكن هن ما بيعوزوها بالحياة، وكتار من ولادنا دايما بيقولوا لنا نفس الشيء، ليش عم ندرس نحنا هالمادة؟ لشو عم بيعبوا لنا راسنا وعم بيتعبونا كرمال اشياء نحنا مش بحاجة إلها بالحياة؟ وكانت عم تسألني هالصبية عم بتقلي طب نحنا لشو منعوز هالمادة؟ انت بحياتك شي مرة عزتيها او تذكرتيها ليش تعلمناها بالمدرسة؟ قلت لها يمكن كرمال لحتى يكون عنا ثقافة، يمكن كرمال لحتى يخلونا نتعلم نحفظ، يعني جربت لاقي كذا حل كرمال لحتى اقنعها بالجواب، ولكن عن جد تفاجأت بجوابها لإلها. قالت لي لا، قالت لي بعتقد انا كل هالمواد اللي بيعطونا اياهم ومن المدرسه بنتعلم شيء كثير كبير هو الصبر، انه نصبر نتعلم الاشياء يلي نحن اوقات ما بنحبها ولكن لازم نعملها، نصبر انه نكون عم نعمل اشياء غيرنا متوجبه علينا ونحن ما بدنا اياها. قالت لي لانه الحياه فيها كثير كثير اشياء بدنا نمرقها وبدها تعوز انه نكون صبورين كرمال لحتى نقدر نجتازها. عن جد اتضحكت من بعد ما عطيتني هالملاحظة وقلت اف قديش نحن عن جد بحاجة لصبر كرمال لحتى نمرق هالحياة ونترك هالبسمة على وجهنا وما نكون فعلا عايشين حرب يومية يمكن بحياتنا وعم نتعب من وراها. فعلا المدرسة وفعلا هالمواد ما تستخفوا فيهم، هن رح يعلمونا الصبر، ومثل ما بتعرفوا انه بس نتعلم الصبر نتعلم كمان انه مش كل يوم رح نكون عم نعيشه بحياتنا هو يوم رائع، بس نحنا لازم يكون عنا ملء الثقة انه ربنا رح بيكون دايما يمكن اوقات عم بيتأخر شوي انما رح يجاوبنا على كل شيء. فاصبروا وتأملوا بالغد يلي رح بيكون افضل وافضل. صباح الخير لإلك يا ماري. صباح الخير ريتا، شو هالكلام الجميل. عن جد دايما كان عندي هيك سؤال، يعني هالمواد وهالحشو يعني اللي بندرسه عن جد بالمدرسة، ونحن حتى مش بس أولادنا قد في مواد، وفي بتقولي أنت البرامج، يعني عن جد قد بدها هيك صحيح. إعادة، تخليني أقول أنا يعني وصلك هالجواب، يعني وصل لي الجواب، طلعت فيه من هيدي الزاوية من هيدي الناحية اللي أنت عم بتقولي، ولا مرة فكرت فيها هيك، بس بالفعل فينا ناخدها اكيد وحتى ونقول لاولادنا.
بس صار في عنا جواب لأسئلتهم. طيب أنا عم بدرس هلأ إكس أو زد، هيدا المادة، هيدا الموضوع، يمكن بده كتير مجهود، بده كتير تعب بالفعل، وأنا بعرف أنه على أرض الواقع لاحقا ما رح استخدمه هالقد. فبنقدر نقول لهم أكيد الشيء اللي قلت لنا يعني نتسلح أكيد بالصبر يلي هو إذا بدك أكيد الحل الوحيد تنقدر حلو الكلمة اللي استعملتيها أنه نتسلح، لأنه فعلا الصبر هو سلاح. بالفعل بالفعل ريتا، يعني صبحية حلوة مثل كل نهار أربعة معك، وأكيد غنية كمان بالفقرات. أولا فقرة متفرقات، خلينا نشوف شو في عنا أخبار جديدة لليوم. من رحم المعاناة بيولد الأمل. كانت تلك اللحظات المرعبة التي عشتها عند تدهور سيارتي وانقلابها واصطدامها بعارضة لمركز الجيش اللبناني أشبه بثوان مرت في مخيلتي كأنها سنوات. في تلك اللحظات شعرت بالخوف والرهبة والضعف، ورأيت شريط حياتي يمر أمامي. فهمت تماما ما يعنيه ذلك النفق المظلم الذين يتحدثون عنه عند اقتراب الموت. شعرت برعشة ورعب شديدين لم أخف يوما من الموت، فهي الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن تغييرها. ولطالما تحدثت أمام الجميع إني أشعر بأني سأفارق الحياة إثر هذا السير، لا أدري لماذا، ولكنه كان شعور داخلي يراودني. هيدي كان قسم من كلمات الزميلة. نعم مؤثر جدا، مؤثر فعلا. جدا بالفعل الزميلة لينا دياب اللي تعرضت لحادث سير مروع، وتعرضت أكيد لكسور وردود مختلفة، نقلت على أثرى للمعالجة. بدنا نقول لها ببداية الأمر سلامة قلبك لينا، وخليني أخبرك ريتا أنه الحمد لله عم تتماثل للشفاء أكيد بقوة وعزيمة وإيمان، وهذا الشيء منه جديد عليها أكيد. فبدي أقول لها كمان هيك رسالة أنه ناطرين نشوفك ترجعي بكل المنابر بكل المناسبات بكل النشاطات مثل ما عهدناك دايما. بالفعل يعني الواحد عن جد ما بيعرف من يوم ليوم شو واصل عليه شو واصل عليه، وايام الامور يلي نحن اذا بدك منخوضها والتجارب هيك الصعبه والمؤلمه بتخلينا يعني هيك نطلع على الحياه بنظره مختلفه. أكيد. تماما نشوفها من منظار اخر. وانا كمان بحب اقول لها سلامة قلبك، وفعلا الطريقه يلي هيك نحكى عن الموضوع بيلمس بخلينا نشعر يمكن هاللحظه قد بتكون صعبه. نحن يمكن كل يوم نسمع بحوادث سير وهيك اكسيدنتس بيصيروا، بس اليوم عشناها. نعم. عشنا هاللحظه، ان شاء الله الكل يكونوا منتبهين، طرقاتنا ومش ولا بد منا بلبنان. أكيد. أكيد. لازم نكون دائما منتبهين. بالفعل بننتقل عندك لريتا تنشوف شو في كمان عندك اخبار. انا اليوم معي خبر عن الحبتور يلي عم تلغي خططها لاطلاق قناه تلفزيونيه جديده من لبنان مثل ما كنا موعودين. للاسف اعلنت مجموعه الحبتور عن إلغاء خططها لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة من لبنان، ويلي كان من المنتظر أنه تبث برامج ثقافية اجتماعية ورياضية بتهدف إلى نشر الإيجابية والأمل بين الشعوب. وإجرى هذا القرار بحسب البيان نتيجة للتحديات الأمنية يلي واجهت المشروع، بما في التهديدات الجسدية يلي للأسف تعرض لها المؤسس والموظفين، مما جعل انه الاستمرار بلبنان غير ممكن. وايضا اشار البيان الى انه مع الغاء هيدا المشروع من لبنان عم تدرس مجموعه الحبتور خيارات لاطلاق هالقناه التلفزيونيه من بلدان اخرى بتوفر بيئه اكثر استقرار وامان ودعم لهيدا النوع من المبادرات، واعربت عن خالص شكرا لكل من سعى لدعم تحقيق المشروع
وبمقدمتهم وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري. للأسف يعني خبر كتير زعلنا، يعني أوقات نحن بحاجة للتجديد، بحاجة للاستقرار، بحاجة إنه هالأشياء يلي بتزرع الأمل بقلوب اللبنانيين بهالمشاريع الجديدة يلي فعلا تهدف للثقافة وللأشياء يعني يلي نحن بحاجة إلها لمجتمعنا، شوي تكون بعيدة أكتر عن السياسة والمحطات يعني يلي كل إنسان أخدها من نحن وصغار، يعني ربينا على هالطريقه للاسف كمان ماري. يعني نحن بحاجه بالفعل بالفعل، بس مثل ما عم نشوف دائما في مثل حيط مسلح عم بيوقف. يعني هيدا امر مؤلم عن جد، لسيما انه كانت هيدي القناه ريتا خليني اقول لك رح تامن فرص عمل ل 300 صحيح. موظف ل 300 شخص لبناني. يعني بعرف انا بكل صراحه انه في كثير من الاشخاص اللي انا قريبه منهم كانوا حاطين كثير من الامال اوريدي عليها، وبلش يعني عن جد البحث ونوعد يعني للاسف يعني كان الخبر يعني وقعوا اكيد يعني هيك يعني يمكن هالمره ما زبطت، بس كمان ان شاء الله ان شاء الله يصير في شيء تغيير يرجع، وبنضلنا نقول يمكن هلا ما زبطت الاشياء بس اكيد رح ترجع تزبط. من اخبارنا لليوم رح نروح نحن وياكم نشوف شو عنا بميديكال. بلشت الصيفية وبلش الشوب وبلش أيضا معهم الخمول، يا ممنوعة اليوم هيك بنحس حالنا الصبح حاسين معنا انرجي عايزين انه نشرب مي، نشرب مي، بنروح على الفواكه، بنجرب نعمل المستحيل، ولكن بعده هالخمول مسيطر علينا. من هيك اليوم بميديكال انا رح خبركن عن ممنوعات وعن مسموحات بتخولنا انه نحس نحن عنا طاقة اكبر بموسم الصيف والشوب. اولا رح نشوف سوا الممنوعات. الممنوعات ان تناول السكر صباحا، كثير مهم نعرف انه كلمه صباحا مهمه، الصبح مش مفروض ناكل شيء فيه سكر. شرب الكافيين من بعد الغداء، تناول الوجبات الدسمه، كثره الجلوس وقله الحركه، التعرض المستمر للشمس، وايضا كثره التوتر والضغط. اما المسموحات والاشياء اللي بتساعدنا لحتى ما نحس حالنا خمولين وتعبانين انه نشرب كثير من المي والترطيب، التعود على الحركه والرياضه، التزام وجبات خفيفه، النوم ليلا ما بين 7 و8 ساعات، ايضا ناخذ الفيتامينز اللي نحن بحاجه لها واكيد نستشير طبيب، وايضا التوقف واخذ قسط راحه لعشرين دقيقة خلال نهارنا. مين هالنصائح أكيد حرتة. لازم نتبعهم كرمال لحتى نحس إنه طاقتنا أكبر بالفعل. لحتى نضلنا حاسين حالنا إنه عم نقدر نقوم بيومياتنا بشو لازم نقوم فيه. لهون ماري ومتابعينا تخلص مقدمة فقرتنا لليوم. خليكن معنا ما تروحوا لمحل، جددوا قهوتكن إذا خلصت. راح نستقبل نحن وياكن هلا ضيوفنا. مرحبا. 19 حزيران، تذكار القديس يهوذا الرسول. إن هذا الرسول يسمى في الإنجيل يهوذا كما جاء في إنجيل لوقا، أو تداوس لابي، وهو من الاثني عشر كما جاء في إنجيل متى. وكان تداوس أخا ليعقوب الصغير أسقف أورشليم، ولسمعان ويوسى. وهو وإخوته هؤلاء يدعون إخوة الرب كما جاء في متى. ثم بشر في بلاد ما بين النهرين والبلاد العربية وأرمينيا، ورد كثيرين إلى الإيمان. ويروى أنه التقى بالرسول سمعان حيث اشتركا في التبشير بالإنجيل، فمنحهما الله السلطان على الشياطين والسحرة وشفاء المرضى. انتقل للملكوت سنة 68 للمسيح. الفضاء اللي تمتع فيها كان مؤمن ومبشر وصابر على الإهانات والاضطهادات. منصلي مع القديس ومنقول على مثال القديس يهوذا الرسول، أعطني يا رب نعمة الصبر وقوة الاحتمال لأتخلى بفرح عن الأفضل
وأضعه في خدمتك أنت وحدك، والله معكم. تم تحديد 19 حزيران رسمياً باعتباره اليوم العالمي للتوعية بالخلايا المنجلية. يتم الاحتفال بهذا اليوم سنوياً بهدف زيادة المعرفة العامة وفهم المرض والتحديات التي يواجهها المرضى وأسرهم ومقدمو الرعاية لهم. مرض الخلايا المنجلية هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الهيموغلوبين، وهو الجزء الموجود في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم. الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم جزيئيات الهيموغلوبين غير نمطية تسمى هيموغلوبين S، والتي يمكن أن تشوه خلايا الدم الحمراء إلى شكل هلال. عادة ما تبدأ علامات وأعراض المرض في مرحلة الطفولة المبكرة، والسمات المميزة لهذا الاضطراب تشمل انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو فقر الدم، الالتهابات المتكررة، ونوبات الألم الدورية. تختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، ويعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة، بينما كثيراً ما يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مضاعفات أكثر خطورة. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم، معكم فراس حركة، أنا خبير متخصص بالتسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي. اليوم بدنا نحكي عن شيء اسمه الريل. الريل اللي هو عبارة عن الفيديو اللي نحن بنحضره على إنستغرام والتيك توك، لأن هلأ أكتر شركتين عم بينافسوا بعضهم في هذا المجال. بالإضافة لليوتيوب صار في شيء اسمه جديد شورتس. شورتس اللي هو فيديو قصير. خصائصهم ثلاثتهم، ثلاثة بلاتفورمز الانستغرام تيك توك واليوتيوب باستخدامهم للريلز او الشورت، هي عبارة على انه دايما بده يكون الريل مصور فيرتيكال التليفون، يعني واقف هيك. ليش؟ انتم ملاحظين انه اغلبيتنا اكثر من 90% من المستخدمين اليوم صاروا بيطلعوا على المحتوى اللي بدهم اياه، وخاصة الريلز على الموبايل، بما انه الموبايل هو بيكون واقف بايدنا فيرتيكال هيك، فيحبذ انه تصوير الريل يكون تليفون فيرتيكال. هلا هيدي اهم خاصيه، خاصه انه خوارزميه الانستغرام لتقدر تدفش الريل اللي لنا على الاكسبلور، اذا ما كان نصور بهذه الطريقه ما بياخذوا بعين الاعتبار، بنيبوه تحت ما بيخلوه يطلع لفوق، يطلع لفوق يعني على الاكسبلور ليشوفوه عدد اكبر من المستخدمين. بلس بالموبايل اذا طلعته بالريل مسجل بالعرض حيطلع قصير، حجمه مقطوش من فوق ومن تحت، ما حيكون واضح. عشان هيك اليوم عملية تصوير الريل كتير مهمة، بكان بالطريقة ولا كان باستخدام مايكروفون خصوصي، ويمكن باستخدام جودة عالية من الكاميرا، خاصة الكاميرات اللي بالتليفون اليوم صار في كاميرات تصور كتير ريزوليوشن عالي، ركزوا على انه يكون دايما HD وما فوق. هلا ريل قدي لازم يكون طوله؟ هذه كتير خاصية مهمة. أقل شيء فيكنا نعمل ريل 6-7 ثواني، بس ما يتجاوز الريل الناجح 40 ثانية. طبعا الانستغرام بيسمح لنا للدقيقة ونص، بس دقيقة ونص يفضل إذا بدكم توصل للدقيقة ونص كونوا عم تعملوا محتوى علمي يكون جذاب ما يزهق المستخدم، بس ننصح أنه ما يتجاوز الريل 40 ثانية. إن شاء الله تكون المعلومة فادتكم، نشوفكم بتيبس تاني.